ايضا نروح برضو لراي مهم، وراي يعني واحد من خبرائنا عنده خبرات كبيره، وهو دلوقتي يعني مدير قطاع الاكاديميات في النادي الاهلي، كابتن عبد المنعم شطه. تحياتي ليك يا كابتن شطه. اهلا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن. الله يخليك يا اسامه. راي حضرتك في نظام القيد في الموسم الجديد، خاصه النهارده اكاديميات النادي الاهلي كانت بتلعب في مسابقه ب، النهارده مش موجود مسابقه ب ولا ج، موجود مسابقه الف بس. الله يا اسامه، احنا كلنا في حيره بصراحه، يعني بالرغم انه كل اولياء الامور وكل اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا المتميزين اللي كنا حاطينهم مصنفين كان عندهم امل لانه يلعبوا برضه ايه في الدوري بيه، لكن فجاه انت تلغي السيستم بين يوم وليله. يعني انا بعتقد انه ده خطا جسيم، انت يجب ان عشان تحاول تغير السيستم بسيستم اخر يجب ان يكون هناك في فتره سماح، بحيث انك انت تتدرج تقول مثلا والله بعد موسمين بعد ثلاث مواسم هنعمل كذا 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 كذا، عشان كل واحد يعمل حسابه. انا دلوقتي عندي اكثر من 200 لعيب، 200 لعيب يعني يقدروا يلعبوا في قطاعات الناشئين على مختلف، يعني في النادي الاهلي او في اي نادي اخر، يعني هؤلاء اللاعبين مؤسسين تاسيس جيد، واحنا ان شاء الله هنركز عليهم برضه كمان عشان ما نفقدهمش. لكن اللائحه الاكاديميه على حسب ما انا قريتها معموله سنه 2018 بتقول لك انك انت من حقك تعيد لاعبين في الاكاديميات، ولكن من حق كل لاعب مقيد في الاكاديميه انه يمشي باي لحظه عايزها، عشان هذا اللاعب صح انه ايه لاعب بيدفع فلوس عشان 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 يلعب. انا حقيقه انا احترمت القرار ده، لانه حقيقه الكابتن محمد فضل ناقشته فيه قلت له صح، انا حرام ان انا اللاعب بيديني فلوس وكمان انا اخنقه وايده، لكن اديني بقى طيب مساحه ان انا عشان انا هرخص الاكاديميه بتاعتي وهدفع مبلغ للاتحاد مقابل هذه الرخصه لازم تديني امتياز. ما هو الامتياز اللي تديهولي؟ هي رد عليا برضه رد، يعني قال لي احنا هنحاول نعمل دوري للاكاديميات ودوري على مستوى الجمهوريه للانديه المرخصه او للاكاديميات المرخصه. قلت له طيب الاكاديميات المرخصه دي انا هأيد اللعيب عشان العب بيه في الاكاديميه، تمام، وبتقول لي في كل في اي لحظه من اللحظات انك مش من حقك انك انت تمنعه انه يروح يتأيد في مكان اخر سواء قطاع ناشئين او اكاديميه في اي نادي اخر. انا هنا محتار الحقيقه، لانه هذه البروده اللي موجوده متناقضه تماما. هي قالوا انه هيعدلوا في اللائحه، ويجب على الاتحاد المصري لكره القدم حقيقه انه يشوف حل للعيبه المتميزه اللي في الاكاديميات، ان انا اقدر ان انا العبها دوري. بتحايل يا كابتن اسامه دلوقتي، بتحايل ان انا اروح لنادي ادفع له فلوس يسجل لي هؤلاء اللاعبين. هل هذا يرضي اتحاد كره القدم؟ ان انا اخلق تجاره سوق سوداء للانديه انها تشتري من الاكاديميات عشان تلعب هؤلاء اللاعبين وتسجله تدفع لها فلوس، وده كلام طبعا شايع دلوقتي على الوسط الرياضي. قولا واحدا يا كابتن شطه، القرار ده مع الانديه ولا ضد الانديه؟ قرار اللي هو بتاع القيد تعيد لاعبين يلعبوا باسم نادي تاني، بتاع تقليل عدد اللاعبين في القوائم وكمان تلعب باسم نادي تاني. طبعا يا اسامه ده ده, ده 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 خطا جسيم جدا، انه القاعده طول عمرها قاعده عريضه. صحيح قال لك انه مقابل اللاعب بتخنقه وبتأيد 300 ولا 400 ولا 500 ولا 600 لعيب في البراعم او في مدرسه الكوره، فبالتالي انت بتحرم انديه ثانيه من هؤلاء اللاعبين. الكلام ده خطا. ليه؟ انا هذه القاعده انا برضه بهتم بيها، بأيدها وبصرف عليها، بصرف عليها حاجات كثيره جدا، بصرف عليها بنى تحتيه، بصرف عليها ملاعب، بصرف عليها مدربين مؤهلين. فانا بعتقد انه هذا الامر طبعا يعني خطا انه يقلل الاعداد بهذه الصوره المفاجئه، ويعني انا متاكد انه ده يعني هيخلق نوع من البلبله في الوقت الحاضر. كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. سمعنا الراي والراي الاخر في قضيه القيد.